مشاهدينا الكرام، للحديث عن وفاة أحد المعتقلين في سجن التاجي شمالية بغداد معنا أبو محمد أحد أقرباء المغدور فاضل المشهداني. حياك الله أبو محمد. كل الهلا، ربي يحفظك أبو محمد. هلا وضعتنا في تفاصيل وفاة المغدور فاضل المشهداني أحد نزلاء سجن التاجي شمال بغداد. نعم، هو أخوي وكان محكوم 9 سنين، وخلص المحكومية 9 سنين وبعد 3 أشهر يطلع. نعم. والبارحة خابرنا الضابط قال تعالوا استلموا ابنكم، احنا عبالنا يعني نستلم ابننا يعني طلع فراش. اي. لما رحنا هناك قال ابنكم مات وتعالوا استلموه واكتتاب على مود المحاولة الى الطب العدلي. ومن قلنا له ابننا كان البارحة يعني البارحة حكى ويانا بالتليفون يعني كامل جسمه القوي يعني العقل كل شيء ما بي، وسالناه خما في شيء قال كل شيء ما بي، شنو هاي شلون تمات شلون توفى. اليوم من استلمناه من الطب العدلي اللي غسلناه بالمغسل اثر تعذيب عليه. اثر تعذيب. قبل يعني تصلكم او يصلكم خبر وفاته، هل كان يعاني من اي مرض، من أي مشكلة صحية، من أي حالة قد تكون هي السبب في وفاته؟ أبد لا، أبد لا يعاني من مرض، أبد لا. وجسمه قوي، مواليد 74. نعم. يعني مو تقول كبير ولا يعني بعده، وهو ما متزوج أصلا بعده شاب، لا يعاني من أي مرض. نعم. أنتم قلت يا أبو محمد أنكم عثرتم أثناء تغسيله على آثار تعذيب على جسده، هل كان ما وجدتموه يطابق تقرير الطب الشرعي من الطب العدلي؟ الطب الشرعي بعد ما طلع، بعد ما طلعنا هاي لان تدري يتاخر هنا عندنا بالبلد، يتاخر الطب الشرعي 20 يوم 25 يوم يلا يتكي النتيجه. نعم. يعني انت قلت قبل قليل بانه بقي على خروجه من السجن 3 أشهر، يعني هذا الموضوع هل يثير تساؤلات بشأن مسؤولية المشرفين على السجن أدت أو مسؤوليتهم بوفاة ابنكم؟ يعني هل تحملونهم مسؤولية ما جرى لولدكم، أنهم هم الذين يقفون خلف هذا التعذيب وهم الذين أودوا بحياته؟ اي نعم، احنا قمنا دعوة على ضابط السجن، وقمنا دعوة على ضابط مدير المركز السجن، ومن المحكمة العسكرية ومن المحكمة المدنية، وحولنا الأوراق وراح يمشي الإجراء القانوني. نعم. يعني بحسب كثير من المنظمات أبو محمد، هناك تقارير المتوفين في السجون يتم التلاعب بها بمساعدة وزارة العدل وإدارة السجون والطب العدلي لتغيير الحقيقة بكتابة أن المتوفى توفي بسبب مرض ربما. هل تعولون على الطب العدلي، تقرير الطب العدلي أنه هو ممكن ينصفكم؟ وأيضا هل تعتقدون بأن القضاء في العراق سيقف إلى جانبكم بهذه القضية؟ والله بعد هذا الامر ما يعني بعدنا ما نعرف يعني شلون تقول خير من شر، ما ندري وين راح يوصلونا. بس احنا اخذنا له صور، احنا عندنا صور هالشيء. نعم. سيد ابو محمد، يعني انا اتمنى من حضرتك ان ترسل لنا ما لديك من تسجيلات او توثيق لهذه الحاله، ايضا ستنفع بشكل او باخر وهي توثيق لحقيقه. لكن يعني سؤالي الاخير لك، يعني هذه الحالة هل موجودة فقط وجدتموها في ولدكم، أم سمعتم عنها في أكثر من مناسبة في سجن التاجي أو سجون أخرى؟ أكثر من 3-4 في منطقة الطارمية يموتون في هذا المكان بالسجن. نعم. يتوفون في هذا المكان. نعم. سيد أبو محمد، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. السيد أبو محمد أحد أقرباء المغدور فاضل المشهداني الذي توفي في سجن التاجي جراء التعذيب كما يؤكد ذوه.